دلوقتي هنشوف مع بعض لقاء خاص جدا وحصري مع نجم. طبعا هو بدأ صغير ولسه سنه صغير، لكن عامل نجاحات كتيرة جدا، وهو النجم أحمد داش. تعالوا نشوف اللقاء مع بعض. الإشادة طبعا كانت كبيرة، يعني مع أول 5 حلقات، مع الحلقة الرابعة، مع الحلقة الثالثة الناس ابتدت تتفرج، الناس ابتدت تعرف إن في مسلسل طايع، في مسلسل كويس، ابتدوا يتفرجوا، ردود الأفعال ابتدت تزيد لغاية الحلقة 16. كانت هي دي أكتر ردود الأفعال اللي أنا شفتها، يعني في الحلقة بتاعت موت فواز. وكانت ردود الأفعال يعني كانت كتير، كانت قوية، وكانت الناس كلها بتتكلم على السوشيال ميديا وعلى البرامج. كانت ردود الأفعال قوية، والناس كلها كانت فرحانة ومبسوطة وبتشيد بالمسلسل، فكان يعني حاجة كويسة. يعني الناس تحطني في حتة مع سواء كان عمرو عبد الجليل أو عمرو يوسف، أسماء ليها وزنها، فلا يعني الضغط مش عليا، دي حاجة تفرحني، يعني مش عليا ضغط. المسؤولية أكبر هتكون من الأعمال اللي جاية، مش من العمل ده، لأن أنا يعني وأنا داخل العمل ده أنا مش داخل بنافس مع عمرو عبد الجليل أو كده، فاهم قصدي؟ فبس مفيش مسؤولية ومفيش ضغط، يعني أنا داخل بشتغل وبحاول أتطور. يعني الشخصية جات لي المسلسل اتعرض عليا، عمرو سلامة هو اللي عرض عليا، والتحضير كان مسلسل اتعرض عليا في شهر 10، في شهر 12 كنت انا لسه باخد ورشه مع جيرال جيمس، الراجل باخد معاه ورشه، فابتديت احضر معاه على الدور، واشتغلنا بكذا طريقه، وبس حضرت معاه على الدور يعني مده شهر، شهر ونص، طرق مختلفه، لغايه ما اتثبت على الحته اللي انا هشتغل منها يعني على الدور، وكملت فيه. فواز لو جيت بصيت عليه من اول مشهد ليه في المسلسل، مرورا بكل المشاهد لغايه اما مات، هو اللي هو عايش فيه ما كانش سنه، يعني هو حتى طالع لما بيرجع، لما بيتكلم عليه، لما بيشوفه هو وصاحبه بيقول له اضطر كبره قبل اوانه، لان هو يعني هو مش هو لا هو طفل ولا هو شاب كبير، هو مراهق وشال الحمل ده لما اخوه سجن، لان هو ما عندوش اخ غيره وابوه ميت، فهو في بيت على اخته وامه، فهو اللي شايل الحمل كله من سن صغير، فهو عايش سن مش سنه، ودخل في قصص مش قصصه. فالكلام ده يعني ان هو يقتل ده ما كانش، يعني انا ما كنتش قلقان ان الناس تشوف هذا وهو بيقتل، يعني هي دي يعني هو ده اللي هو محيط بيه، هو ده اللي هو عايش فيه، الطبيعي بتاعه. الكلام ده يعني لما يشوفوا مشهد واحد عنده 17 سنه بيقتل في مسلسل الاطفال هيقتلوا في الحقيقه؟ يعني ما اظنش. وغير كده احنا بنجسد الواقع، احنا ما جبناش شخص من الفضاء سميناه فواز وعملناه بيقتل الناس في الشارع، وفواز مش قتل، يعني هي القصه وفي حبكه الدراما، هو قتله عشان يحمي اخوه لان حربي كان هيقتله، كانت يعني القصه كانت كبيره، هو ما جابوش واحد عنده 17 سنه ماشي يقتل في الناس يعني عشان يعلم الناس البلطجه. يعني مفيش حاجه اقول انا نفسي ادخل في دي دلوقتي، ولا نفسي ادخل، ولا نفسي ابعد عن ده دلوقتي. يعني لو جه ورق حلو، ورق حلو ومخرج كويس وانتاج كويس، والفيلم او المسلسل عمل محترم، يعني ليه لا؟ لو طالما كل حاجه كويسه، كل واحد حاسس ان هو يقدر يطلع حاجه فيها ويقدر يشتغل فيه، فا يعني ما مش هقول انا مش عايز ادخل هنا دلوقتي، ولا مش عايز ادخل هنا دلوقتي، لا يعني ده شغله الواحد. يعني ما احبش لا ان انا اتصنف ان انا كوميديان، او اتصنف ان انا بتاع تراجيدي، او يعني انا لسه ما اتصنفتش لغايه دلوقتي، لسه حتى ما وصلتش للسن ان انا اتصنف فيه اللي انا ده كذا كذا كذا، وما اتمناش ان انا اتصنف في حته معينه. لا يعني هو كل سن ليه قضاياه، وكل سن ليه الحتت اللي الشباب رايحه فيها، يعني السن اللي من 13 ل 16 سنه ده تكوين الشخصيه، يعني ده السن اللي الواحد بيبلغ فيه، اللي الواحد بيعيش كل فترات مراهقته، ده السن يعني اللي بتبتدي تعرف بقى انت رايح فين، يعني ده السن اللي بيبتدي يشكلك تعرف انت مين. فاحنا في مصر للاسف ما عندناش صناعه قويه في السن ده، يعني انت لو بصيت على اخر 10 سنين هتلاقي الافلام اللي بطوله مراهقين او بطوله مراهقين فعلا من سن 13 لسن 18 هتعدهم على الصوابع، ده لو لقيت. اصلا احنا عندنا يا اما اطفال او يا اما خلاص كبار، يعني لو لقيت دور واحد في جامعه هتلاقي اللي بيمثله عنده 30 35 سنه، فللاسف دي ثقافه مش موجوده عندنا، ومش حاجه كويسه. يعني الكواليس كانت متعبه جدا، يعني اللوكيشنات كلها كانت جبال ورمل
ما كانش فيه يعني، كانت كل الكوشنات تقريبا صحراء يعني، كانت بتفرق الصحراء فين عن مكان عن مكان يعني، كنا بننوع في الصحراء، بس كانت الكوشنات كلها صحراء وكلها كح وكلها تراب بس غير كده يعني الاشخاص الممثلين اللي كانوا موجودين من اكبر واحد لاصغر واحد كان كله مع بعضه، كان كله عيله، لان حربي واولاده كانوا يعني على طول مع بعض، تلاقيهم جروب كده على طول مع بعض، وبس كنا كلنا يعني قريبين جدا. كلبش اكيد يعني الناس كلها بتتكلم عن كلبش. انا شفت ابو عمر المصري كان عاجبني قوي مسلسل جامد، مش عارف بدات وانا باخد ادوار من ساعتها كبيره في اي حاجه عملتها من ساعتها، ده توفيق يعني، زي ما بدات كل الحاجات اللي بيجي لي حاجات كويسه وحاجات كبيره وحاجات مع اسامي كبيره، فان شاء الله اكمل على نفس المستوى يعني. بعد اشتباك وبعد سكوت حر، فانت لما تلاقي الشغل جاي لك الحاجات بتجي لك كل سنه، بيجي لي عمل او عملين، فتبتدي ان انت تدور ازاي اطور من نفسي، ازاي اشتغل على نفسي، طب ده في كذا بياخد ورشه، طب ده في كذا بياخد ورشه، طب شوف الورشه، طب روح، فابتدي اللي انا اشوف بقى يعني هعمل ايه، بدل ما افضل واقف في مكاني كده واللي بيجي لي ده ما يجيليش، فانا في حاجات بتجي لي استغل الموضوع ده يعني، بدل ما بيجي لي عملين يجي لي اربعه، اقعد اشتغل لغايه ما اكون انا بايدي اشوف انا عايز اقدم ايه. الدراما فلوس فلوس اكتر، واللي بتتعرض على ناس اكتر، لان الدراما بتبقى في التلفزيون فاي حد يقدر يفتحها. السينما اروق بكتير، انت في رمضان بتبقى لازم نصور بسرعه، لازم نصور 18 مشهد في اليوم عشان نلحق نعرض في رمضان، لازم نسلم اول كام حلقه عشان نلحق رمضان. المسلسلات بتبقى يعني فيها مستعجل، مش بتشتغل وانت رايق. قعدت 7 سنين بلعب في نادي انبي، وبعدين بعد لما اخذ قعدت سنه في المقاولين وبطلت.